تم الاتفاق ما بيننا وبين هذا التكتل على خطوات مستقبلية، وسيتم أيضا التنسيق مع الجانب الحكومي والتنسيق مع اللجان المعنية في مجلس الأمة. ما أود أن أؤكده لأخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات بأننا كل وبكل ما نملك من قدرة راح تكون يعني تحت أمرهم ونسخرها لهم، وهذا واجب علينا حتى يستعيدوا حقوقهم في الكامل. ويجب أيضا علينا كمشرعين ومراقبين أن نحفظ البلاد والعباد من هذه العمليات اللي للأسف أصبحت الكويت والكويتيون، وللأسف أيضا ليس في الداخل إنما أيضا في الخارج أصبح الكويتيين هدف لعمليات النصب والاحتيال.